بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى. بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم أسبوعيا في يحكى أن. الحقيقة حلقة النهاردة استكمال للحلقة اللي بدأناها الأسبوع الماضي، وكان ضفنا فيها الأستاذ الدكتور أشرف محرم، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب قصر العيني. قدمنا لحضراتكم حلقة في الأسبوع الماضي جاوبنا فيها على أسئلة كتيرة من اللي حضراتكم بعتوها، وحالات كلها شائعة جدا جدا، شائعة الحدوث في كل بيوتنا المصرية والعربية. النهاردة هو الجزء الثاني من لقائنا مع الأستاذ الدكتور أشرف محرم علشان نجيب على أسئلة جديدة، وأكيد هتكون برضو أسئلة شائعة جدا، وإن شاء الله نعرف فيها ونتعلم حاجات مفيدة.